يقول: عندما أذهب لإتمام النظرة الشرعية للمخطوبة، ما هي الأمور التي يجوز أن أسأل عنها؟ يجوز النظر إلى المخطوبة في حدود ما يرغبك في زواجها، تنظر إلى وجهها وإلى كفيها إلى شعرها، ويكون هذا من غير خلوة، يكون هذا بحضور وليها، حضور وليها، ولا تنظر إلا إلى هذه الوجه والشعر والكفين لتعرف هل تصلح لك أو لا.